كل سنة وحضرتك طيب. يعني عايزين تعيشنا كده معاك أجواء العيد اللي عشتوها خلال الاحتفالات في إيطاليا، كانت عاملة إزاي؟ والله طبعا أجواء العيد بتكون دايما جميلة وكلنا بننتظرها، إذا كان عيد الفطر المبارك أو حتى عيد الأضحى، لأن طبعا أنت عارف حضرتك قبل كل عيد بيكون فيه مناسبات جميلة. يعني عيد الفطر بنعيش مثلا شهر رمضان بالكامل ما بين يعني المساجد والأدعية والتراويح، وطبعا بنحاول نحافظ على قيمنا وعاداتنا وثقافتنا المصرية، ونرتبط طبعا بجميع المناسبات الدينية وحتى المناسبات طبعا السياسية، وبنجمع طبعا بعضنا، والمصريين كلهم بيكونوا متجمعين في أماكن معينة في كل مدينة. طبعا إيطاليا تعتبر يعني من أكبر تجمعات المصريين على مستوى أوروبا، يعني يوجد فيها تقريبا 630 ألف مصري. فطبعا من روما لميلانو لتورينو لبولونيا، دي المدن الكبيرة اللي فيها تجمعات مصرية، وطبعا بتحظى بالبهجة والسعادة والسرور اللي بيتميز به المصريين. طبعا حضرتك عارفة ما بين مظاهر اللبس المختلفة، لبس العيد والمأكولات والمشروبات والحاجات دي كلها ولقاءات المصريين، طبعا يوم العيد بيكون يعني له يعني صحيح. طابع خاص، طابع يعني العيد فيها يعني مشاعر طيبة ما بين المشاعر المقدسة وما بين الفرح بقى المسلمين ولقاءاتهم مع بعضها، وما بين طبعا نحن بنكون طبعا بعاد عن بعض في بعض الأحياء، يعني أحياء مختلفة أو مدن مختلفة، ولكن بنلتقي جميعا، بنلتقي على طبعا يعني هذه الطقوس العظيمة اللي بتربطنا كلها وكلنا مع بعض فيها. بعدها طبعا بيحصل فيه رحلات حتى بعد الاحتفالات بالعيد، يعني بعد التجمعات الجميله دي بنعمل بعض الرحلات في المدن القريبه او المعالم الايطاليه الموجوده حوالينا. جميل. طبعا حضرتك عارفه ان العالم كله فيه يعني مسلمين من مختلف الجنسيات، ففي الاثناء دي بنشوف مظاهر جميله جدا، مظاهر حتى اللبس نفسه، طقوس الاحتفالات بين الناس، لقاءات الناس حتى وكلامهم واللغه، بنسمع ونشوف ونرى ونأكل كل ما هو مختلف، يعني حاجات جميلة جدا.